المؤسف لكل أمراض الكبد المزمنة، أيا كان المرض المزمن في الكبد، الأمراض اللي درسناها فيروسي استقلابي مناعي وعائي. بنعرف الارتشاح باللمفاويات ثم التليف من علامات الالتهاب المزمن. إذا شمل التليف كامل الكبد وتخرب الكبد بكامله وصار مثل الصخرة مثل صورة الكبد على اليمين، نحن بنقول هون وصل المريض إلى تشمع الكبد. تشمع الكبد له تظاهرات سريرية واختلاطات نفس أيا كان السبب الذي أدى إلى تشمع، ويعد حالة قبل سرطانية ممكن يؤدي إلى سرطان الخلية الكبدية. هي سيروزس مأخوذة من كلمة يوناني بمعنى صخرة، أن الكبد صار حجرة تليف بالكامل وما عاد يشتغل شيء. إذا تعريف التشمع هو يعني مصطلح نسيجي، بيكون عندنا التليف شامل لكامل النسيج الكبدي، والتليف عبارة عن مراحل أخذناها سابقا وراح نعيدها اليوم. بيكون تليف شامل لدرجة الحواجز اللي فيه تلتقى ببعضها وتحاصر النسيج الكبدي السليم ضمن عقيدات. إذا المريض لما بيوصل لتشمع الكبد مو معناته ما ضل عنده أي خلية كبدية تشتغل، لا، بيكون عنده بقايا من الخلايا الكبدية الوظيفية في جزر، ولكن في حواجز ليفية عم تفصل هالخلايا عن بعضها. الفصوص السداسية المميزة للكبد ما بنشوفها أبدا أيا كان موقع الخزعة يلي أخذناها. نحن أخذنا أن الكبد نتيجيا عبارة عن حبال من الخلايا الكبدية وبينها أشباه الجيوب الكبدية. حبال الخلايا الكبدية تصطف بشكل شعاعي حول الوريد المركزي للفصيص، وأشباه الجيوب أيضا اتجاه شعاعي من محيط الفصيص، بيصب فيها دم وريد الباب ودم الشريان الكبدي وبتمشي باتجاه مركز الفصيص. بين أشباه الجيوب الدموية والخلايا الكبدية في عندنا فراغ تدعى مسافات ديسي، space of ديسي. هاي المنطقة يلي بيصير فيها التبادل، تبادل المواد الغذائية والسموم وفضلات الاستقلاب بين الدم والخلايا الكبدية. ضمن مسافات ديسي في عندنا خلايا متخصصة، خلايا مناعية بنسميها الخلايا النجمية أو ساتيليت سيلز. هاي الساتيليت سيلز أو الخلايا النجمية استجابة للعوامل المؤذية تبدأ بإفراز ألياف الكولاجين في مسافة ديسي، وتكون العملية في البداية عكوسة، ولكن مع تقدم الوقت تصبح العملية غير عكوسة. إذا تليف الكبد على المستوى المجهري يبدأ من مسافات ديسي الفاصلة بين أشباه الجيوب الكبدية وحبال الخلايا الكبدية، وتقوم به خلايا ساتيليت سيلز استجابة للأذية المزمنة. إذا بيكون عندنا كبد طبيعي، بعدين بيكون عندنا التليف يمر بعدة مراحل، وآخر هذه المراحل التشمع، والتشمع ليفر سيروزس هو حالة قبل سرطانية. كل مريض تشمع كبد أيا كان السبب يحتاج إلى شغلتين، يحتاج إلى إيكو بطن كل 6 أشهر لتحري تطور سرطان خلية كبدية، ويحتاج إلى تنظير هضمي لتشخيص وجود الدوالي في المريء. إذا أنا جبت لكم سؤال امتحان، ما هو الاستقصاء المناسب للكشف المبكر عن سرطان الخلية الكبدية عند مرضى تشمع الكبد؟ الجواب هو إيكو للبطن كل 6 أشهر. إذا الإيكو شوفنا كتل، وكان نطلب طبقي ونطلب واسمات ونطلب خزعة إلى آخره، لكن الاستقصاء الماسح كل 6 أشهر مريض التشمع بده إيكو مشان نشوف إذا صار في عنا عقيدات ورمية. سؤال آخر، ما هو الواسم المفضل لتشخيص سرطان الخلية الكبدية؟ الجواب هو الألفا فيتو بروتين، رح نأخذ فقرة عنه. هاي المسافة البابية في محيط الفصيص الكبدي الطبيعي، طبعا صورتين على اليمين واليسار نفس المنطقة محيط الفصيص ولكن صبغة مختلفة، فالمسافة فيها هاي اللمعة الكبيرة لفرع وريد الباب، واللمعة الصغيرة لفرع الشريان الكبدي،
وهي اللمعة الصغيرة اللي خلاياها مكعبه فرع للقناة الصفراوية. هاي المرحلة صفر للتليف أو النورمال هيستولوجي. المرحلة الأولى للتليف بيصير عندنا تليف ضمن المسافة المامية، شايفين الألياف حول فروع الوريد والشريان والقناة الصفراوية. هاي المرحلة الأولى اسمها بورتال فايبروزيس، وهاي تعد مرحلة مبكرة من التليف. هون الأسهم السوداء تشير أن التليف امتد من المسافة البابية وبلش يطلع حول المسافة البابية، وهي اسمها بيري بورتال فايبروزيس أو تليف حول المسافات البابية. ما تزال الخلايا الكبدية سليمة وما نزال في المراحل المبكرة للتليف. المراحل المتقدمة هون استطالات التليف تتطاول بشكل ملحوظ ولكن إسا ما التقت ببعضها. هاي مرحلة اسمها التليف الجسري إن صح التعبير، bridging fibrosis، ونحن هون بقى صرنا بمرحلة متقدمة advanced level advanced fibrosis. هون إذا الحواجز اللي فيه مع بعضها بشكل كامل وحاصرت الخلايا الكبدية ضمن جزر مثل ما أنت شايفين، ما في أي وجود لفصوص الثلاثية الكبدية الطبيعية، نحن هون تشمع الكبد. إذا الاستقصاء الأدق والحاسم، هاي ممكن يجينا سؤال امتحان، ما هو الاستقصاء الأدق لتشخيص تشمع الكبد؟ هو الليفر بايوبزي، خزعة الكبد. هذا لا يعني أن نحن بنحتاج نعمل خزعة لحتى نشخص التشمع، غالبا بيكون التشخيص واضح من الأعراض والاختلاطات والإيكو، لكن الخزعة إذا شفناها بدنا نشوف هالشغلتين، حجب ليفية كاملة مع غياب الفصوص السداسية للكبد وتجمع الخلايا الكبدية ضمن أشباه جزر. إذا هاي الخلايا الكبدية الموجودة ضمن جزر ما تزال تقوم ببعض الوظائف الكبدية عند مريض التشمع. مع تقدم الحالية يعني تتدهور الخلايا الكبدية وبصير سريريا شيء اسمه انكسار معاوضة التشمع، له عدة تظاهرات رح ندرسها بالتفصيل. المظاهر العامة للتشمع أيا كان سبب التشمع، اليرقان، لأن الخلايا الكبدية هي مسؤولة عن ربط الصفراء، ربط البيليروبين وطرحه بالصفراء. على فكرة إذا شفتوا مريض تشمع كبدي وبلش اليرقان عنده يترقى بشكل متسارع، فعرفوا أن هذا بالمراحل الأخيرة للمرض. اليرقان والحكة من المظاهر المتأخرة لتشمع الكبد. الألم البطني عرض غير نوعي، ممكن نشوفه بالمراحل المبكرة، وممكن نشوف الألم البطني إذا المريض صار عنده سائل حبن غزير وصار عنده التهاب ضمن سائل الحبن. المظاهر النسفية مثل الكدمات والفرفوريات، لأن التشمع بصير فيه ضخامة طحالية، نعرف أن الوريد الطحالي بده يصب على الكبد، فإذا كان الطريق في الكبد مسدود بده يتضخم الطحال وبالتالي بصير عندنا نقص في الطفيحات. والوذمات السبب الأساسي هو ارتفاع توتر وريد الباب وأيضا نقص الألبومين. في عندنا تظاهرات هرمونية مثل العنانة، مثل إحمرار الراحتين والعنكبوت الوعائي، هاي بسبب زيادة النسبية للأستروجين بسبب نقص صنع البروتين الرابط للأستروجين. الأعراض العصبية رح نأخذ اختلاط اسمه الاعتلال الدماغي الكبدي. في عنا مجموعة من السموم المفروض الكبدي يقوم بتصفيتها وتفكيكها، لكن مع قصور الكبد ترتفع نسبة هذه السموم بالدم وتؤثر على الوظيفة العقلية، فأي تدهور في الحالة العقلية هذا اسمه اعتلال دماغي كبدي. الدوران الجانبي مثل دوالي المري نتيجة انسداد الطريق على الكبد، الأوردة مثلا حول السرة أو في أسفل المري بتحتقن وبتشكل الدوالي. هو الصورة عندنا في الأعلى إلى اليمين العنكبوت الوعائي، وتحت منه الحمامة الراحية، وشايفين اليرقان والحبن المتوتر والوذمة الانطباعية في الطرفين السفليين. طبعا الحبن 3 درجات رح ناخده بعد شوي. الحبن القليل هو اللي ما بيظهر إلا بالإيكو،
والحبل المتوسط بيكون واضح سريريا ولكن جدار البطن غير مشدود، والحبل الغزير بيكون عندنا حبل متوتر جدار البطن مشدود، المريض عنده زلة اضطجاعية بسبب ضغط على حجاب الحاجز، وأوردة جدار البطن بارزة مثل هالصورة عندنا، هذا اسمه حبل متوتر. هذا المريض عنده أكثر من 20 لتر سائل في بطنه. تمام لحد هون؟ تمام دكتورنا. بخاف يفصل النت وكون عم بحكي مع حالي، بخاف تتفقد الوضع. هاي الصورة مرت معنا بالمحاضرة الأولى، بدنا نوصل إن الرسالة كتير مهمة. الإيكو متوسط الحساسية لتشخيص التشمع. إذا ما شفنا المظاهر المميزة للتشمع اللي راح نشوفها بالصورة اللاحقة، الإيكو الطبيعي والطبق المحوري الطبيعي لا ينفي تشمع الكبد إطلاقا في المراحل المبكرة، يعني اللي بيسميه تشمع معاوض قبل ما يصير عندنا حبل، قبل ما ترتفع صدوية الكبد، ممكن يكون الإيكو والطبقي طبيعي تماما والمريض عنده مراحل تشمع الكبد لساته معاوض. إذن الإيكو الطبيعي لا ينفي تشمع الكبد. الاستقصاء لنقل التشمع هو الخزعة، لكن غالبا لا نحتاج إلى الخزعة. هاي عندنا صورة وصفية. إذا أجانا مريض عنده حبل سريريا وصورنا إيكو وشفنا هالشكل، أكيد أنا عرفت أن المريض ليفر سيروزس وما في لزوم أني أخذ خزعة من الكبد مشان نشخص التشمع. عندنا الكبد تشوفه بالصورة السابقة كشلون صدويته، هيك لون رمادي وصدويته متجانسة، هو صدوية الكبد عالية، صدوية عالية يعني لون أبيض وغير متجانسة، الأبيض يعني مو أبيض متجانس، حواف الكبد ليست ملساء وإنما شوي هيك متعرجة، والسواد هذا دائما السواد بالإيكو من العسائل، سائل حرفي جوف البطن يفصل بين عضلات جدار البطن وبين الكبد. هاي الصورة أنا إذا شفتها على الإيكو بنقول يقينا أن هذا مريض ليفر سيروزس وعنده أسايتس أو حبل. هاي الصورة نفس الشيء بالصورة السابقة، إذا الكبد لونه أبيض عالي الصدوية، حوافه متعرجة غير نظامية، ويحيط به سائل حبل غزير. وهاي عندنا إلى اليمين هاي المرارة وجدار المرارة متوذم. طبعا هون توذم جدار المرارة ليس في سياق التهاب مرارة حاد، وإنما ارتكاسي وثانوي لسائل الحبل، يعني بالعميم كل جدار المرارة مفنش بسبب السائل المحيط فيه. هون عندنا السهم بوسط الصورة، طبيب التصوير عم بقيس قطر وريد الباب. نحن من علامات أو من اختلاطات تشمع الكبد ارتفاع توتر وريد الباب، وارتفاع التوتر ارتفاع الضغط في وريد الباب يظهر تصويريا بتوسع قطر وريد الباب، قطره الطبيعي 10 مليمتر ممكن يشوفوا أكثر من 20، توسع قطر وريد الباب وبطء لسرعة الجريان فيه. تشمع الكبد سريريا في عندنا مصطلحين، معاوض compensated وغير معاوض أو منكسر المعاوضة decompensated. مظاهر انكسار المعاوضة هي هالتعدادات اللي أمامكم، ممكن يظهر واحد أو أكثر منها. الحبل هو غالبا أول وأشيع مظاهر انكسار معاوضة تشمع الكبد. التهاب البرتوان العفوي هو إنتان جرثومي بيصير بسائل الحبل، يعني الالتهاب البرتوان العفوي ما بصير إلا بعد ما يكون عندنا حبل وحبل غزير. المتلازمة الكبدية الكلوية هي أيضا النهاية المؤسفة للتبدلات الهيموديناميكية يلي أدت إلى حبل. يعني عندنا الحبل دائما شرط لتشخيص التهاب البرتوان العفوي وأيضا المتلازمة الكبدية الكلوية. فهدول الاختلاطين الثاني والثالث حصرا بدأ يجوا بعد الحبل، أما بقية الاختلاطات فليس لها أي ترتيب. كلمة نزف لوناها بأحمر لأن تشكل دوالي المري
لا يعد انكسار للمعاوضة. وجود الدوالي بحد ذاته ليس انكسار للمعاوضة، ولكن نزف دوالي المري هو الانكسار للمعاوضة. يعني وجود الدوالي بنقول لسه المري تشبه معاوض، بس نزفة الدوالي معناتها صار في عندنا ارتفاع شديد بتوتر وريد الباب وانكسرت المعاوضة، والانذار صار أسوأ بكثير. في عندنا الاعتلال الدماغي الكبدي رح ناخده، والمتلازمة الكبدية الرئوية، وسرطان الخلية الكبدية. كل هذه الاختلاطات لا يوجد أي ترتيب محدد لظهورها. يعني ممكن يكون سرطان الخلية الكبدية هو أول الاختلاطات قبل الحبل وقبل أي شيء. ممكن النزف أول شيء الاعتلال الحبل، ما في أي ترتيب إلا التهاب البريتوان العفوي والمتلازمة الكبدية الكلوية حصرا بدأ يجوا بعد الحبل. ورح ناخذ هالاختلاطات واحد واحد، يعني نعرف كم كلمة عن كل اختلاط. هاي شائعة المشاهدة جدا في المشافي. نبدأ مع الحبل السايتس. يفضل إذا عم تداوموا بالمستوصف أو بالإسعاف وإجاكم مريض، يعني كلمة حبل باللغة العربية ما تقولوها أبدا، بيقول لك حبل وحمل يعني يصير يعني موضوع للسخرية. فقل المريض عنده أسايتس وأنا شاكك عنده أسايتس بدي صوره، خليها هيك يعني تجرى على لساننا الكلمة الإنجليزية. طبعا الحبل هو تراكم للسائل في جوف البريتوان، وآلية تشكل سائل الحبل هي أهم سلايد في هالمحاضرة على الإطلاق. أشيع خطأ بيوقعوا في الطلاب وحتى الأطباء الممارسين هو الاعتقاد أن نقص الألبومين هو سبب للحبل. لا، هالكلام غير صحيح إطلاقا. لما بيجينا مريض سوء تغذية شديد والبروتين عنده متدني بشدة ما بصير عنده حبل. وإذا أجانا مريض تشمع وعطيناه 5 فلاكونات ألبومين ما رح يختفى الحبل. يعني ممكن الألبومين يفاقم خسارة السائل من الأوعية باتجاه الحيز الثالث، لكن نقص الألبومين ليس سببا أبدا للحبل. السبب هو تغير هيموديناميكي بامتياز. التشبع الكبد بصير عندنا خلل استقلابي. نحن أحشاء الجسم كلها بتقوم على التوازن، عوامل موسعة، عوامل مقبضة، عوامل منبهة، عوامل مثبطة، شيء بيشد وشيء بيرخي. فبالنسبة لجدران الشرايين في عندنا موسعات ومقبضات، وبالعادة يعني بتكون عم تشتغل بتوازن. في تشبع الكبد بشكل عام بتسيطر الموسعات. أهم الموسعات هو النيتريك أوكسيد وأيضا هرمون الجلوكاكون اللي بنعرفه الرافع لسكر الدم. النيتريك أوكسيد والجلوكاكون بتسيطر، فبصير عندنا توسع في الشرايين. لما بصير في توسع بالشرايين حجم الدم الدوار في الأوعية بده ينقص، شعور بنقص الامتلاء. فالكلية بتفهم اني انا نقص ترويتي، انا عطشانة، فتقوم بتفعيل محور رينين انجيوتنسين الدوستيرون، وهذا الهدف من هذا المحور هو حبس الماء. يعني توسع الشرايين ادى الى شعور بالعطش، فارتكست الكلية وافرزت الهرمونات الحابسة للماء، وبالتالي مريض تشمع الكبد لديه حالة من الالدوستيرونية الثانوية. الألدوستيرون يحبس الماء ويحبس الصوديوم. يعني مريض تشبع الكبد عنده ارتفاع في التوتال بدي صوديوم، ولذلك مثل ما بتعرفوا مريض التشبع يلي عنده حبل ممنوع من تناول الملح نهائيا، ملح الطعام ممنوع. لكن أنا إذا رحت وعايرت صوديوم الدم لمريض التشبع بده يطلع منخفض. فصوديوم الجسم الكلي مرتفع ولكن صوديوم الدم منخفض، وهذا اسمه نقص كاذب أو نقص تمددي، لأن الجسم عم يحبس ماء بنسبة أكبر من حبسه للصوديوم، وبالتالي بصير عندنا نقص نسبي للصوديوم ولكن في كل الجسم كمية الصوديوم مزدادة. والمريض لذلك بنمنعه عن الملح حتى لو كان صوديوم الجسم عنده صوديوم الدم عنده منخفض.
في حالات التشمع الكامل وفرط توتر وريد الباب. السائل من وين عم يتراكم؟ عم بينا البريتوان من محفظة الكبد، لدي ارتفاع ضغط وريد الباب عم يصير عنا ضمن الكبد، فعبير شح سائل حر إلى جوف البريتوان، وهي الظاهرة بنسميها التعرق الكبدي. هو نقص الألبومين يعني ممكن يصعب الاحتفاظ بالسائل ضمن لمعة الأوعية، لكن ما له علاقة أبدا بتشكل الحبل. الآلية هيموديناميكية بحتة. إذا هاي هي الآلية، هاي مقصوصة من أحد المراجع. بورتال هايبرتنشن يؤدي إلى زيادة في النيتريك أوكسايد، هاي محصلة عمليات معقدة، وبالتالي فاسو ديليتيشن أو توسع للأوعية. توسع الأوعية بتفهم الكلية أني أنا عطشاني، وبالتالي تقوم بحبس الصوديوم وتفعيل محور ريني أنجوتنسين الألدوستيرون. إذا مريض تشمع الكبد في حالة من الألدوستيرونية الثانوية، ولذلك مدر البول المفضل في تشمع الكبد هو السبيرونولاكتون، لأن السبيرونولاكتون مضاد للألدوستيرون. يعني أنا إذا أعطيت مريض التشمع فيوروسيبايد لازيكس لحاله ما بيطرح ولا نقطة من السائل الحر. هذا أيضا سؤال لفحص ما هو مدر البول المفضل لعلاج الحمل الناجم عن تشبع كبد. الجواب هو سبيرونولاكتون. هاي الشريحة أيضا مهمة وبتختصر عليكم كتير جداول معقدة. أنا إذا كنت طبيب إسعاف وأجل عندي مريض حمل، طبيب الإسعاف ما وظيفته يوصل إلى التشخيص النهائي، وظيفته يعمل يدبر حالات الإسعافية المهددة للحياة، ويحط شيء اسمه تشخيص مبدئي، ويحول المريض إلى الجناح من أجل وضع يعني استكمال دراسة الحالة. فأنا إذا كنت بالإسعاف وأجانا مريض حمل، هل أنا بنقبله على اسم الهضمية مثلا يدرسه، ولا القلبية مثلا قصور قلب، ولا الأورام؟ فالعلم والمنطق بيقول مريض الحمل بينام على اسم الاختصاص الأشعة. 90% من حالات الحمل سببها تشمع كبد، وبالتالي كل حالة حمل للدراسة تقبل على اسم الهضمية. طبيب الهضمية بيدرسه، إذا طلع مشكلته مثلا سرطان مبيض بيتحول للأورام، إذا طلع المشكلة قصور قلب والكبد سليم بيتحول إلى القلبية إلى آخره. الخطوة الأولى، نحن لما بدنا ندرس سبب ومصدر الحمل في عندنا معادلة جميلة وبسيطة اللي هي مدروج الألبومين. ما بدنا آلة حاسبة ولا حسبة معقدة، نحن بنحلل ألبومين الدم وألبومين سائل الحمل. نسحب عينة من سائل الحمل وبنعاير الألبومين فيها، والمفروض يكون المعايرتين خلال نفس الوقت. الفرق بيناتهم اسمه ساج أو سيروم أسايتيس ألبومين جراديانت. إذا كان الفرق كبير في تركيز الألبومين، نحن أمام فرط توتر وريد الباب. أما إذا كان الفرق بيناتهم منخفض، فنحن عن المعلومة اللي حصلنا عليها أن لا يوجد فرط في توتر وريد الباب. إذن هاي كمان خلينا نركز عليها. سؤال امتحان، ما هي المعلومة التي يدل عليها القيمة المرتفعة لمدروج الألبومين؟ الساج المرتفع ما بيقول أني أنا تشمع كبد، وما بيقول أني أنا عندي تشخيص أو كذا. الساج المرتفع يعني بالضبط وجود لفرط توتر وريد الباب. فرط توتر وريد الباب له سببين أساسيات: تشبع الكبد وقصور القلب. ممكن بودك ياري قبل ما توصل إلى التشبع أيضا تعمل لنا ارتفاع في توتر وريد الباب. يعني ضغط وريد الباب مرتفع بسبب الانسداد على مستوى الكبد أو فوق الكبد، خثار أو مشكلة قلبية. لحتى نفهم هو فهم ليش المدروج مرتفع، نحن عندنا هون صار في عندنا ارتفاع في الضغط ضمن الكبد،
فبلش السائل الحر بآلية اختلاف الضغوط يرشح إلى وريقة البريتوار. نحن عم يصير عندنا رشح لماء رائق لأن عندنا آلية هيموديناميكية فقط، وبالتالي البروتين ظل موجود في الدم. صار عندنا بروتين الدم عالي أو ألبومين الدم، وألبومين الحمض منخفض لأنه هذا سائل صافي وليس سائل قيحي، وبالتالي الفرق بينهما مرتفع. إذا مدروج مرتفع مع سائل فقير بالبروتين لأنه سائل صافي مرتشح نتيجة اختلاف ضغوط، هون عندنا نحن فرط توتر وريد الباب. المريض أنا اللي قست له ساج وطلع عالي، هذا إما عنده تشمع كبد أو قصور قلب. كيف بعرف؟ بنعمل له إيكو للقلب وبنعمل له إيكو لأوردة الكبد، فبنوصل إلى التشخيص. عندنا مجموعة من الأسباب بدون ما نحفظ تعدادات كتير، هاي الأسباب عم بتخرش البريتوان الحشوي، ولما بيتخرش البريتوان بصير عندنا التهاب بريتوان، بصير عندنا نزل سائل قيحي من وريقة البريتوان. نحن هون ما عندنا تعرق كبدي، وإنما البريتوان التهم نتيجة خراجة في البطن، نتيجة احتشاء مساريقي، نتيجة سرطان، أمراض النسيج الضام إلى آخره، سل البطن مثلا. السائل القيحي، القيح هو بروتين، وبالتالي طالما سائل الحمل غني بالبروتين، الفرق بينه وبين بروتين المصل منخفض. إذا عندنا الساج منخفض والبومين السائل عالي، نحن أمام حمل ثانوي. هذا غالبا يدل على مشكلة جراحية في البطن. أنا كيف بشخصها؟ ما نعمل للمريض طبقي محوري، وما نعمل تنظير بطن جراحي استقصائي، ممكن يكون علاجي بنفس الوقت. إذا هاي مقاربة الحمل بكل بساطة، ممكن تلاقوا بالمراجع جداول خوارزميات معقدة أكثر. نحن بس نفهم الفكرة، مريض الحمل بجملة التحاليل اللي بنعمله بدنا نعاير ألبومين الدم وألبومين سائل الحمل بنفس الوقت. إذا كان الفرق مرتفع، نحن عندنا مشكلة قلبية أو كبدية، نعمل إيكو للطرفين للقلب لأوردة الكبد. إذا كان عندنا الساج منخفض، نحن عندنا مشكلة جراحية ضمن البطن، بندور عليها بالطبقي ثم بتنظير البطن الاستقصائي. طيب، هاي عندنا إلى اليسار صورة إيكو، وهاي عندنا عرى الأمعاء تسبح في سائل حمل غزير جدا. إلى اليمين عندنا صورة طبقي محوري، هاي الكبد أبيض، وحش الكبد عندنا هالمنطقة الرمادية، هي سائل حر غزير في البطن. هو بوسط الصورة عندنا سائل حر حول المعدة، وهون عندنا سائل حر حول الطحال. إذا يمكن الحمل الشخص سريريا، الشخص بالاستقصاءات التصويرية، ممكن الإيكو أو الطبقة يفيدنا في توجيه بزل الحمل إذا كانت كميته قليلة. كيف بنعالج الحمل الناجم عن تشمع كبد؟ أول شيء المريض ممنوع من تناول ملح الطعام نهائيا، مسموح للمريض يعني الوارد اليومي 2 جرام فقط من الصوديوم، وهي موجودة بالأكل الطبيعي. ممنوع أي رشة ملح على الملح على الطعام نهائيا. يعني بقول للمريض مثلا دبس البندورة، المخلل، الجبنة، المعلبات، هاي ممنوعة منعا باتا. المدر المفضل، هذا سؤال فحص بيجيب لكم إياه، هو السبيردولاكتور. بشكل عام اللازيكس أو الفورسيمايد أقوى من السبيردولاكتور، لكن عند مريض التشمع الفورسيمايد ما بيشتغل لحاله. السبيردولاكتور هو الدراج أوف تشويس لأني مضاد للألدوستيرون. أنا ما بعطيه لأنه بيحبس البوتاسيوم، عم نعطيه لأنه مضاد للألدوستيرون، مضاد الفيزيولوجيا المرضية للحمل. سبيردولاكتون لأنه بيحبس البوتاسيوم، بنعطي مع فورسيمايد مشان يحافظ على التوازن الشاردي. أهم تأثير جانبي للسبيردولاكتون التثدي، ما هو مشكلة جمالية بقدر ما هو مؤلم، ويدفع بعض المرضى إلى إيقاف العلاج نهائيا. في عندنا نحن بديلين،
في عندنا بديل اسمه أبليرينون، هذا أيضا مضاد للأندوستيرون. وفي عندنا بديل آخر هو الأميلورايد، هذا بدون حافظ البوتاسيوم ولكن يعني بيشتغل لحمل تشمع الكبد ولكنه بشكل عام ضعيف. إذا التزم المريض بالحمية عن الملح وأخذ جرعة السبيرولاكتون والفورسيمايد 90% رح يشفى الحمل. على فكرة نحن ممكن نكشف المريض إنه عم بياكل ملح بمعايرة صوديوم البول، إذا كان صوديوم البول مرتفع معناتها ما هي مشكلة بالمدر، المشكلة إن المريض عم بياكل ملح. مهما رفعنا جرعة المدر إذا المريض عم بياخذ كميات بسيطة من الملح ما رح يستجيب الحمل للمعالجة. 10% من الحالات إذا تأكدنا إن المريض ملتزم رغم الالتزام في 10% ما بيستفيده، فنحن عندنا عدة خيارات. ممكن نعمل للمريض بزل حبن تفريغي، طبعا لما بنبذل كمية كبيرة من الحبن من المفروض أن نعوض معها البومين بشان ما ينسحب السائل من لمعة الأوعية ويدخل المريض بقصور كلوي. التيبس أو الوصلة هي عبارة عن وصلة بين وريد الباب قبل الكبد مع الأوردة أو مع الوريد الأجوف السفلي، وبالتالي تجاوزنا العائق الانسدادي الموجود في الكبد. مثل إذا كان في عندنا شارع مسدود بندخل من شارع فرعي لنتجاوز الانسداد. أهم تأثير جانبي للوصلة البابية الجهازية أو التيبس هو الاعتلال الدماغي الكبدي، لأن الدم عم يتجاوز الكبد نهائيا وبالتالي بيعبر الدم بسمومه وممكن يأثر على الحالة العقلية. والميدودرين اللي هو بالأساس مقبض للأوعية منبه ألفا، دواء الميدودرين مقبض أوعية. نحن عندنا أول آلية سببت الحمل مثل ما حكينا قبل شوي هي توسع الأوعية، فالميدودرين يعني أدرينالين مخفف إن صح التعبير، هذا فموي ممكن يزيد من فعالية المدرات وتحول الحمل من معدد إلى مستجيب للمعالجة. هاي كيفية بزل الحمل. الموقع المفضل للبزل هو بالربع السفلي الأيسر للبطن، أغزر منطقة للسائل. بتم تعقيم المنطقة وبعدين إدخال إبرة بسيطة، وإذا كان الحمل غزير بيتدفق السائل بشكل سريع. ممكن إحنا نسحب كمية بسيطة أو نقوم بتفريغ كمية كبيرة. إذا كانت الكمية كبيرة بنأكد على ضرورة تعويض الألبومين من أجل حماية الكلية. ممكن يكون البزل بس على الفحص السريري، وإذا كان كمية الحمل قليلة أو في حجب نتيجة الالتهابات الشديدة بنستعين بتوجيه الإيكو مثل ما أننا شايفين هون. الطبيب حاطط الإبرة وإلى جنبه بروب الإيكو، طبعا البروب بلبسه غلاف عقيم، وهاي عندنا الإبرة عم تفوت على بحيرة السائل مثل ما عم بوجه للإيكو، عم تسحب العينة بدون ما تأذي. طبعا غالبا بزل الحمل لا يحتاج إلى توجيه الإيكو. تمام لحد هون. ايه تمام دكتورنا تمام. هلا خلصنا الفقرات الصعبة، ضل عندنا فقرات صغيرة. هاي المحاضرة بيجيب منها عدة أسئلة، لأني يعني أكثر شيء بتتعامل معك طبيب داخلية مثلا أو طبيب إسعاف بالنسبة للكبد هو تشمع الكبد. يعني إذا أجاك مريض فرضا داء ويلسون أو التهاب كبد مناعي بتقول له روح شوف طبيب هضمية. بصراحة يعني إحنا بالهضمية هاي الأمراض بنشوفها مرة مرتين بالسنة، لكن تشمع الكبد بنشوفه مرة مرتين باليوم. وأهم الشيء عن مريض تشمع الكبد بالمشفى اللي هو الكلية عنده واقفة على شفا حفرة، على نكشة واقفة الكلية بيدخل بقصور كلية. فالتعامل مع هاي الحالات جدا مهم، والمحاضرة كتير مهمة للحياة العملية. بنمشي على الاختلاط الثاني اللي هو الاس بي بي او التهاب البريتوان الجرثومي العفوي.
التهاب البريتوان العادي يعني هو مشكلة جراحية نتيجة مثلا لنفرض انتقاب أمعاء، بتطلع عبارة الأمعاء بتعمل التهاب كيميائي، وبعدين بصير عندنا التهاب جرثومي ثانوي، وتخريج البريتوان يؤدي إلى سائل حر قيحي غزير، هذا التهاب البريتوان الجراحي. أما التهاب البريتوان الجرثومي العفوي عم بصير عندنا بالعكس، يعني بيكون عندنا بالأول حبن غزير وبعدين تجي البكتيريا وتستوطن الحبن. إذا في الالتهاب البريتوان الجراحي البكتيريا والتهاب البريتوان هو السبب للحبن، صار عندنا الالتهاب خرج البريتوان أفرز السائل. أما الالتهاب البريتوان العفوي في تشمع الكبد، الحبن الغزير هو يلي صار بيئة ومزرعة تستقطب الجراثيم. بيكون يعني حصرا بده يكون حبن ناجم عن تشمع كبد غزير. مريض قصور القلب يلي عنده حبن بتكون مناعته جيدة وما بصير عنده التهاب بريتوان عفوي أبدا، بده يكون حبن تشمعي حصرا وغزير حصرا. سائل الحبن بيكون عن مريض التشمع فقير جدا بالبروتينات، والبروتينات إلى دور مناعي، إذا بتتذكروا المناعة شيء اسمه الأوبسونين أو الطاهيات، الجلوبيولينات مناعية يعني. فسائل الحبن هو عنده سائل غزير جدا وفقير بأي آلية دفاعية، وبالتالي معرض أن تستعمله بكتيريا. وأشع الشيء إيكولاي على فكرة بكتيريا فوعته ضعيفة جدا، وبتعمل لنا التهاب بريتوان جرثومي عفوي. إذا الفرق بينه وبين الالتهاب الجراحي أني عندنا حبن غزير هو اللي جاب البكتيريا. وعلى فكرة هذا الإنتان ما بيأثر على مدروج الألبومين، يعني إذا كان حبن عالي المدروج وصار في التهاب جرثومي عفوي ما رح يصير منخفض المدروج، لأن كمية الجراثيم اللي بتدخل بسيطة جدا جدا. إيمت بشك أنا بإس بي بي أو التهاب بريتوان عفوي؟ ممكن المريض يجينا عنده ألم بطني، ألم بطني بسيط طبعا بيجي، حرارة، ممكن المريض يجينا باعتلال دماغي كبدي، إن الالتهاب أثر على الوظيفة العقلية، أو صار في عندنا تعنيد للحبن على العلاج، بطل المريض، بطل الحبن يستجيب للمضرات، أو بلشت ترتفع أرقام الكلية. الإس بي بي مؤهب لتدهور وظيفة الكلية. أيضا سؤال فحص، كيف يتم تشخيص التهاب البريتوان العفوي؟ معيار التشخيص هو المعتدلات في سائل الحبن أكثر من 250، يعني لاحظ الكريات البيض 250 فقط نحن شخصنا التهاب، بينما الكريات البيض بالدم يعني بعدة آلاف تعدادا، فمعيار التشخيص هو 250 كرية. أنا إذا أجانا مريض سائل حبن وبزلت وعايرت كريات البيض وطلعت 5000، أنا ما بقول هاي فوق 250 التهاب عفوي، لا، هذا التهاب بريتوان جراحي والمريض بده طبقي وبده عمل جراحي. تشبع الكبد إذا التهب سائل بريتوان ترتفع الكريات البيض لأرقام يعني بالمئات، بالكتير 1000-1500. معتدلات فوق 250 نحن عندنا التهاب بريتوان عفوي، والعلاج المفضل هو السيفوتاكسيم على السيفالوسبورينات جيل ثالث. والمريض يلي بيدخل بنوبة اس بي بي بده علاج مدى الحياة او لبين ما يزرح بصادات وقائية، اكثر شيء يستخدم النور فلوكساسين. الآلية الامراضية المقترحة لسائل الحبن، فرض توتر ورين الباب بيعمل لنا مثل الوذبة بالامعاء، بتزيد نفوذية الامعاء وتقوم بكتيريا الأمعاء بالهجرة إلى العقيدات اللافية في البطن ثم إلى جوف البريتوان. أشع الشيء الإيكولاي والكليبسيلا مع الاستخدام الواسع للنورفلوكساسين للوقاية، عم نشوف حالات بالالتهاب البريتوان بإيجابيات الجرام مثل المكورات السبحية والإنتيروباكتيريا أو المكورات المعوية. معيار التشخيص هو العادلات أكثر من 250، والعلاج المفضل سيفالوسبورين جيل ثالث
وخاصة السيفوتاكسيم تحديدا. يعني على دراسات بتفوق على كتير صادات عظيمة بخصوص التهاب البريتوان العفوي. المتلازم الكبدي الكلوية، كل مريض تشبع كبد بالمشفى عنده خطر كبير انه يدخل بقصور للكلية. نحن عندنا التوسع الوعائي الحاصل وتفعيل محور الرينين أنجيوتنسين ألدوستيرون يعني بصعوبة يحافظ على وظيفة الكلية. أي أذية بسيطة بتدخل المريض بقصور كلية، وقصور كلية عند مريض التشمع علامة إنذار في غاية السوء. إحنا عندنا محور رينين أنجيوتنسين ألدوستيرون، وآخر شيء الفازوبريسين. فازوبريسين يعني فاسكولار بريسرز أو مقبض أوعية. فالتوسع في الشرايين الحشوية يؤدي إلى جملة من التغيرات تنتهي بتقبض شرايين الكلية. تقبض داخل شرايين الكلية يحافظ على وظيفة الكلية، لكن مع استمرار تدهور حالة الهيموديناميكية يشتد التقبض في شرايين الكلية، وبصير عندنا نوع من نقص التروية الحقيقي في الكلية. عند قصور الكلية في عندنا شيء اسمه قبل كلوي وكلوي وبعد كلوي. بعد كلوي مثل سرطان البروستات مثلا، قصور انسدادي. قبل كلوي مثل حالات التجفاف، وقصور كلوي يعني بالكلية نفسها بسبب التهابات كبيبات الكلية مثلا، تاخذوها بمادة الكلية بالتفصيل. الهيماتورينا سيندروم هي حالة قبل كلوية، أذية قبل الكلية تؤدي إلى تقبض في شرايين الكلية ونقص تروية نسبية في الكلية. أشياء اللي بيكسر هالمعاوضة بشكل سريع، أن نحن نعطي المريض جرعة مدرات زائدة، جرعة مسهل زائدة، أو يصير عنده مثلا إقياء، إسهال، نزف هضمي، أي شكل من أشكال خسارة السوائل، مثلا بذل حبل بكمية كبيرة بدون تعويض الألبومين، كل ما يؤدي إلى خسارة السوائل بداخل المريض في قصور كلية. مثلا أدوية سامة للكلية مثل الأمينوغليكوزيدات، مثل الماد غليل المستخدم بالتصوير الطبقي، هاي كلها يعني تعطي الكلية الدفعة الأخيرة نحو الهوية. طبعا التشخيص المتلازم الكبدي الكلوي هو نفي كل الأسباب الأخرى لقصور الكلية. يعني بدي أعمل إيكو للكلية وأتأكد أني ما في انسداد، ما فيها كيسات، لأن إذا كان فيها انسداد صار اسمه قصور كلية انسدادي، الكبد بريء من القصور. إذا عملنا تحليل بول وكان في بيلة دموية أو بروتينية، معناتها هاي مشكلة بالكلية نفسها وليست قبل الكلية، وهي علاجها مختلف. علاج المتلازمة الكبدية الكلوية، طبعا نحن بدنا نوقف المدرات ونوقف المسهلات وندعم الحجم الوعائي، ما نعطي المريض ألبومين. يعني حتى إذا أجانا مريض عنده حمل غزير وأرقام الكلية مرتفعة، الأولوية أن أعطي المريض ألبومين حتى لو زاد الحجم داخل، حتى لو زاد حجم البطن يعني الحمل، لكن أنا الأولوية عندي أن أحمل الكلية. بس أما ندع الكلية ممكن نعمل بذل حمل تفريغي مع تعويض الألبومين. إذا لابد من تعويض الحجم الوعائي، إيقاف المدرات، إيقاف المسهلات، نقل الدم بالنسبة لمرضى النصف الهضمي، بالإضافة إلى أن نعطي مقبضات أوعية. صح نحن عنا تقبض في شرايين الكلية، لكن هذا التقبض ثانوي لتوسع الشرايين الجهازية، فنحن بنحل المشكلة بالجذورة. مقبضات أوعية مثل النور أدرينالين أو الميدودرين أو الأوكتريوتايد. الأوكتريوتايد هو هرمون مضاد للجلوكاكون الموسع، فهو مضاد لموسع الشرايين والتالي مقبض شرايين غير مباشر. بشكل عام إنذار متلازم الكبدية الكلوية سيء، حتى لو أنا أنقذت المريض على المدى القصير، على المدى المتوسط والطويل هذا المريض يعني ماشي باتجاه الموت للأسف، ولازم يعني نحطه على قائمة الكبد، قائمة زرع الكبد وبسرعة.
بيصير نعطي أدرينالين حكيم بدل نور أدرينالين؟ لا نور أدرينالين الدور هو اللي على دراسات كداعم لل في دواء كمان اسمه تيرليبريسيد بيشبه الفازوبريسيد كمان هذا له دور بالمعالجة. إذا كنت بالجراح عندك مريض تشبع كبد وبلشت أرقام الكلية ترتفع عطينا البومين أول ثاني يوم ما تحسنت المريض مباشرة بيتنزل على العناية وممكن هون يستغرب الأهل أو طبيب العناية إن مريضك واعي مريضك عم يتنفس ليش بده عناية الجواب مشان أنا سرب له الدور أدرينالين حتى ممكن يستغرب مثلا فني العناية يقول لك إن المريض عطوه كويس ليش النور دور أدرينالين مشان يحسن ترويت الكلية لأنه هو علاج للتوسع يلي سبب قصور الكلية والدور أدرينالين حصرا بده ينعطى بالعناية والمريض على المنور وكي يعمل للمريض خوارج انقباض وكي يعمل له توقف قلب ما بصير ينعطى بالجراح كده هاي الإجراءات الألبومين والدور بتنقذ المريض 50% المرضى بيستجيبوا إلى لكن أنا إذا لحقت المريض أقصد من الوفاة خلال أسابيع على المدى الطويل ما يزال الإنذار سيء والمريض لازم يعني يتحضر لزرع الكبد. طبعا لا ينصح أن المريض اللي ما بيتحمل زرع كبد ينعمل له غسيل كلية بس المريض تشبع كبد خلاص هذا بينحط على العلاج التثقيفي ويعني وسلم الأمر لله. دواء للمريض يمكن عندكم فكرة عنه نحن ما بدنا ناخد كتير تفاصيل معروف أن أدوية أوردة أسفل المريض بتصب في النهاية على وريد الباب أوردة قعر المعدة بتصب على الوريد الطحالي اللي بيصب على وريد الباب فإذا صار في عندنا انسداد واحتقان على مستوى الكبد بدأ تتوسع الأوعية ويصير عندنا دوالي أسفل المريض ودوالي في قعر المعدة كان ارتفاع توتر وريد الباب شديد تحتقن الدوالي بشدة وممكن تنفجر وتعمل لنا نزف غزير هو أغزر وأخطر أشكال النزف الهضمي ومعدل وفاة مريض التشبع بنزف الدوالي 30% أما مريض النزف الهضمي العادي معدل وفاته بالمشفى أقل من 10% فإذا نزف دوالي المريض هو أخطر أشكال النزف الهضمي العلوي بمجرد تشخيص تشبع الكبد المريض لازم يعمل تنظير هضمي علوي من أجل تحري وجود الدوالي هاي الأسهم البيضاء بالصورة فوق رسمتنا ثلاث حبال من الدوالي في المريض أنا إذا شفت دوالي عند المريض الوقاية من نزف الدوالي هي حاصرات بنتا غير الانتقائية مثل بروبرانولول نادولول كارفيدولول وتيمولول هن أربع أدوية أكثر شيء بنعطي النادولول اللي مرة باليوم إذا معلومة مهمة حاصرات بنتا تمنع نزف الدوالي ولا تمنع تشكل الدوالي يا المريض يلي إذا فتنا علماني وما لقينا عنده دوالي ما رح يستفيد من أعطاء النادولول لكن إذا لقينا عنده دوالي النادولول يقلل من خطر النزف بنسبة 50% حاصرات بتا تعطى للوقاية أما إذا المريض عم ينزف ما بصير أعطيه حاصر بتا ويبطئ النبض ويخبينا علامات النزف وحاصرات بتا تعطى للوقاية لكن أثناء نوبة النزف نحن بنعطي المريض دواء الأكتريوتايد المقبض الأوعية نفسه يلي بنعطيه بالمتلازمة الكبدية الكلوية وما نعطي المريض صادات هلأ مريض اللي بياخد ديكلوفيناك بصير عنده نزف هضمي ما بيحتاج الصادات لكن في تشمع الكبد الصادات تحسن المقياس وضروري أني نعطيها والعلاج بالتنظيف هو الربط بالنسبة لدواري المري وحقن المواد المصلبة بالنسبة لدواري قعر المعدة ها
هاي صورة لربطة في الأسفل، ربطة بطاطية على عنق الدواري، عدة ربطات بنحط 6 إلى 10 ربطات، فيتم سد الدوالي النازفة نهائيا، ولاحقا بتتخثر وبتسقط هالدوالي، والمريض بده متابعة بعدة جلسات تنظير. إذا بروبرانولول للوقاية، علاج نزف الدوالي أكتريوتايد لتقبيض الأوعية، ثم الدخول بالمنظار، ربط دوالي المري وتصليب دوالي قعر المعدي. بالإضافة إلى الدوالي ممكن يصير عندنا احتقان شديد في مخاطيط المعدي، هل نزوف الفسيفسائية تحت المخاطية، هذا بنسميه اعتلال المعدي بفرط توتر وريد الباب. ممكن مريض التشبع الكبد ينزف وندخل بالمنظار ما نلاقي دوالي، وإنما نلاقي احتقان في مخاطيط المعدي، وهي علاجه هو علاج فرط توتر وريد الباب. يعني ممكن نعطي المريض بروبرانولول بخفض توتر وريد الباب طبعا بعد التخريج، وممكن نركب للمريض التبس أو الوصلة بتخفف توتر وريد الباب. ممكن هاي المخاطير المحتقنة إذا كانت نازفة بالكامل ممكن نبخها بغاز الأرجون السائل، يقوم بتخثير المخاطير النازفة في الحال. الاعتلال الدماغي الكبدي حكينا عنه يعني في سياق كلامنا بالمحاضرة. الكبد مسؤول عن تصفية السموم، أكثر شيء بيهمنا منها السموم هو الأمونيا. الأمونيا بتشكل بكتيريا الأمعاء وتصعد في دم وريد الباب إلى الكبد. المفروض الكبد يقوم ب تفكيك الأمونيا، لكن الكبد القاصر الكبد المتشبع يعجز عن هذه الوظيفة، فتصعد الأمونيا وتسبب خلل في عمل الخلايا العصبية. إذا المادة المتهمة في الاعتلال الدماغي الكبدي هو الأمونيا التي تنتجها فلورا الأمعاء، فبصير عندنا يعني طيف واسع من التطهرات السريرية. ممكن المريض يكون عنده ميل للنوم أو ميل للأرق بالعكس، ممكن يصير المريض مزاجه عصبي بشكل غير طبيعي، وممكن يصير بقى بالحالات الأشد هلوسة وتهيج، وممكن حتى يوصل المريض إلى الكوما والغيبوبة الكاملة. هو عدة درجات يعني 4 درجات. في عندنا عوامل مؤهبة بتسبب دخول المريض باعتلال مثل النزف الهضمي مثلاً. الدم هو عبء كبير من البروتين، فبكتيريا الأمعاء بتفككه إلى فلورا. أي حالة إنتانية، أي حالة تجفاف عند المريض، الإمساك على فكرة من العوامل المؤهبة. صار عند المريض إمساك بيصير في وقت أطول للفلورا من أجل يعني تفكيك بروتينات الغذاء. نحن مريض إجانا بحالة تدهور حالة عقلية، ما نتأكد لا يكون عنده هبوط سكر، اضطراب شوارد، نزف دماغي، فنصحح كل هالمشاكل، نغطي صدام حيوي واسعة الطيف لإنتان محتمل. الدواء المفضل للاعتلال الدماغي الكبدي هو اللاكتولوز، هذا الشراب مسهل، فأول شيء بيعالج لنا الإمساك، بيسرع عبور الطعام بالأمعاء وما بيعطي مجال للبكتيريا لتشكيل الأمونيا. أيضا اللاكتولوز كونه حامضي بيحول الأمونيا إلى أمونيوم، والأمونيوم لا يمكن أن يصعد في وريد الباب وإنما يطرح مع البراز. ممكن نعطي الريفاكسيمين، هو صاد حيوي غير قابل للامتصاص، يقوم بتطهير الفلورا المعوية اللي هي بتشكل الأمونيا. إذا علاج الاعتلال الدماغي الكبدي هو اللاكتولوز والأمونيا بعد الانتباه إلى اضطرابات الشوارد واضطراب السكر و نفي الآفات العضوية في الدماغ. أيضا الاعتلال الدماغي الكبدي علامة انذار سيئة، يعني البقية عند المريض ما تتجاوز سنة سنتين إذا ما عمل زرع كبدي.
في عنا عدة اختلاطات على مستوى الرئتين، حاطين عنكم بالنوطة المتلازمة الكبدية الرئوية. نحن في عنا ثلاث اختلاطات، إذا سيطرت الموسعات، موسعات الأوعية في الرئتين، بصير في عنا توسع في الشعريات الرئوية، وبالتالي بصير عنا إعاقة لتبادل الأكسجين على مستوى الأسداخ. إذا المتلازمة الكبدية الرئوية هي ناقص أكسجة، التعبير هي ناقص أكسجة وزرقة، هاي بتظاهر بزلة ولكن مو على اضطجاع مثل قصور القلب، وإنما زلة على الوقوف، اسمها بلاتيبيديا، لأن هل إعاقة التبادل الغاز بتصير أسوأ عند الوقوف، وعلاجها يعني ما العلاج نوعي غير الأكسجين لبين ما المريض يزرع كبد. هاي إذا سيطرت الموسعات على الشعريات الرئوية. أما إذا صار عندنا العكس وسيطرت المقبضات، فبصير عندنا حالة اللي هي فرض التوتر الرئوي بورتو بولموناري هايبرتنشن، وهاي بتتعب البطين الأيمن، بيدخل مريض بقصور قلب أيمن، ممكن يدخل بقصور قلب أيسر. فالحل إن نحن نعطي علاج للتوتر الرئوي في دواء اسمه تيربروستيريل، هما يستشير طبيب القلبية لاختيار الدواء المناسب، وأكيد المريض بده زرع كبد. وفي عندنا سائل الحمل إذا عبر إلى جوف الصدر، هذا الحالة من اصطباب الجنب نسميها هيدرو ثوراكس. المقصود بالهيدروثوراكس إن الرئتين السليمات، ولكن سائل الحمل عبر من جوف البطن إلى جوف الصدر. إذا ثلاث اختلاطات رئوية لتشبع الكبد. هون إذا التمثيل للمتلازمة الكبدية الرئوية، توسع في الأسداخ وبالتالي خلل في الأكسجي على مستوى الحاجز السدخي الشعري، وبالتالي زلة عدة الوقوف ونقص أكسجة وزرقة عن مرضى تشبع الكبد. هاي اختلاط نادر جدا، وإذا شفتوا يعني إن شاء الله ما بتشوفوا، لأني يعني اختلاط مؤسف وسيء. وأخيرا ما نحكي عن سرطان الخلية الكبدية، أي التهاب مزمن يعني بيصير فيه تكاثر وبيصير بالأخير طفرات. إذا تشبع الكبد هو حالة قبل سرطانية، وكل مريض تشبع كبد يعني يوصى أنه يعمل إيكو للبطن كل 6 أشهر. ممكن تضيف مع تحليل ألفا فيتا بروتين، أو نكتفى بإجراء التحليل بعد ما نلاقي الكتلة. إذا نحن شفنا كتلة عن مريض التشبع كان ألفا فيتا بروتين مرتفع، كان إلى نمط تروية مميز على الطبق المحوري، نحن نجزم ان هاي سرطان خلية كبدية دون الحاجة الى اخذ خزعة. سرطان خلية كبدية اذا كان ما عندنا تشمع لابد من الخزعة، اما اذا كان مريض تشمع، ارتفاع الالفا فيتا بروتين والتروية المميزة على الطبق تغني عن اخذ الخزعة. الانذار بشكل عام سيء، يعني البقية لا تتجاوز عدة أشهر. في عنا عدة خيارات علاجية، ممكن استئصال قسم من الكبد اللي فيه الكتلة الورمية، ممكن تخثير الشريان المغذي للآفة، أو ممكن تخريب الأشعة، أو ممكن في دواء كيميائي تلطيفي اسمه سورافينيب، وفي أدوية أخرى بتشبهه علاجات مناعية، لكن بشكل عام الإنذار سيء والبقية لا تتجاوز عدة أشهر. وشكرا لاستماعكم، وبتمنى لكم التوفيق. بقيت عندنا محاضرة المرارة يوم التنين القادم إن شاء الله. إذا في أسئلة تفضلوا.